كان باين من صوتك انك قلقان مش مرتاح. انا مرعوب من يوم ما عرفت ان امينه رجع لها المرض. انا مرعوب مش عارف انام. اول ما عيني تغفل الاقي نفسي صاحي مفسوع عشان ابص حواليا واتاكد انها لسه موجوده، انها لسه عايشه بتتنفس. طيب وبعدين يعني اسلم؟ مفيش بعدين يا بابا، في دلوقتي، في اللي هي فيه. انا بس محتاج اكون جنبها عشان تبقى مبسوطه ومرتاحه باللي هي اختارته. طبعا انا مش موافق بس مش هقدر اجبرها تعمل حاجه مش عايزه تعملها. طيب بس على الاقل يعني اتكلم معاها، يعني فهمها ان انت مش راضي عن اختياراتها. يعني ليه؟ عشان احسسها بالذنب؟ ولا انا بحس بالذنب لما تعمل العمليه ولا قدر الله؟ انا طول الوقت لما كنت رافض اعمل العمليه كنت متخيل ان انا فاهم القلق اللي انت عايشه، بس برضه كنت حاسس ان انت مش مقدر اللخبطه اللي انا فيها. بس انا دلوقتي فهمتك وبقيت متلخبط مليون مره اكتر.